بغي صراحته قال أه؟ انه احكي لهم كينا احكي لهم احكي لهم كينا مرض ما هذوك الايام تشغل يوقع في سقم هكا شويه دار يسقم هكا يدير لها مكياج بالسيف عليه يشري لي الماكله من برا والله يقول لي متعيش روحك لا لا هذه ما نكذبش ماشي دوك نكذب دقيقه 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 عجبتني واش ندير بالسيف عليه واش خويا راك مليح صافا خويا زيد احمد 50 50% 50% اه واه اسمع هذا حيت دي مشاكل قالك هذيك هي كي نسينيو العقد نتفاهموا 50 50 50 50 هذه هي ردي بالك 50 50 راهو عطاني لاستيس سي بون روح لدارنا غدوه ما يبغيش المره اللي تتهدر هو انت بلادي زيد بزياده بنت بلادي من جهتنا احنا من عين بوسيس احنا الشرق وهنايا بالتقاليد لا لا وانا طريق شويه الغواط هذيك هي ريحة الريحة ريحة الريحة ايه قولوا عاودوها